أنتم هنا أصدقائي، مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المفضل نكتشف معاً اكتشافات جديدة وممتعة في حلقة اليوم. لذا تابعونا لأننا سوف نكتشف معاً متحف بيت الدين، لنكتشف بعدها إحدى وسائل النقل القطار، لنذهب من بعدها إلى قلعة رشية، ومن ثم نزور اليونان ونكتشف الميتيورا. كل هذه الأمور المشوقة في هذه الحلقة الجديدة من نكتشف معا. يعتبر قصر بيت الدين في منطقة الشوف في جبل لبنان بحدائقه ومتاحفه أحد أكثر الأماكن السياحية استقطابا للزوار، ويعتبر صرحاً نموذجياً للفن العربي للقرن التاسع عشر. هل ترغبون في التعرف أكثر على متحف قصر بيت الدين؟ هيا بنا أصدقائي نكتشفه معاً. يشكل القصر الذي يبعد عن العاصمة بيروت حوالي 40 كيلومتراً مزيجاً رائعاً ومتناسقاً من بناء الحجر اللبناني في الخارج ومن الفن الزخرفي الدمشقي في الداخل، وقد أقامه الأمير بشير الثاني الشهابي الذي حكم جبل لبنان في الفترة ما بين 1788 و1840 ميلادي، وعلى صخرة مشرفة على منحدر عميق في بلدة بيت الدين التي ترتفع نحو 850 متراً فوق سطح البحر. يتألف قصر بيت الدين من طابقين. الطابق الأرضي يتكون من غرف معقودة كانت تستعمل في الأصل كإسطبلات، فيما يتألف الطابق العلوي من غرف وقاعات كانت تستعمل لاستقبال الزوار والضيوف، إضافة إلى أجنحة خاصة بالأمير وأسرته. كانت تقام في هذه الساحة حفلات الفروسية، ويحضرها العامة والزوار أفراد الحاشي، كما أن متحف القصر الذي يحمل اسم متحف رشيد كرامي كان يحتوي حتى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 إلى عام 1990 مقتنيات ثمينة تمثل بعض أوجه الحياة اللبنانية في عصر الإمارة الشهابية، بالإضافة إلى قطع أثرية، بينما يضم اليوم مجموعة من الفخاريات تعود إلى عصري البرونز والحديد، وأخرى من الزجاجيات الرومانية، ومجموعة من الحلى الذهبية والنواويس الرصاصية الرومانية والفخاريات، بالإضافة إلى أسلحة قديمة وحديثة بعضها ينتمي إلى عصر الإمارة. ولدى دخول الزائر بوابة القصر يجد نفسه أمام ساحة فسيحة تدعى الميدان، يبلغ طولها 107 أمتار وعرضها 45 متراً. أما قاعة الاستقبال المعروفة بالسلاملك فقد بنيت على مستوين، خصص مستواها الأعلى لجلوس الأمير ولبعض زواره الكبار، حيث يعتبر هذا الجناح من أكثر أجنحة القصر زخرفاً إثر تزيين جدرانه وسقفه بالمنقوشات والفسيفساء المرمرية المتعددة الألوان، كما أن القاعات المعقودة الجميلة التي كان بعضها يستعمل فيما مضى كثكنة لخيالة الأمير تم تحويلها لمتحف للفسيفساء البيزنطية، مشيراً إلى أن مجموعة الفسيفساء هذه عثر عليها أثناء الحرب اللبنانية الأهلية في كنائس بيزنطية اكتشفت في موقع الجية إلى الجنوب من بيروت، وهي تعود إلى القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد. يذكر أن قصر بيت الدين تحول مقراً للولاة العثمانيين بعد إلغاء نظام الإمارة عام 1842، ومن ثم لحكام جبل لبنان بين عام 1860 و1915،
ومن ثم للسلطات الفرنسية المنتدبة على لبنان غداة الحرب العالمية الأولى. نكتشف معا. القطار هو شكل من أشكال وسائل النقل، يقوم بنقل الركاب والبضائع من مكان إلى آخر، وهو عبارة عن سلسلة متصلة من العربات تتحرك في مسار محدد يسمى خطوط السكك الحديدية، وهذه الخطوط تتكون عادة من مسارين في اتجاهين مختلفين، لكن أحياناً قد يتكون الخط من مسار واحد فقط. والقطار عبارة عن محرك قوي يوجد في بداية القطار يسمى قاطرة، وتعمل بعدة أشكال من الطاقة، فهناك قطارات تعمل بالفحم، وقطارات تعمل بالنفط، وبعضها يعمل بالكهرباء، وتجر هذه القاطرة سلسلة من العربات خلفها. تعتبر إنجلترا هي الأب الشرعي لبناء وتطوير السكك الحديدية في العالم، ففي عام 1814 بنى جورج ستيفنسون قاطرته البخارية الأولى، وقد بدأت أول تجربة للنقل على السكك الحديدية عام 1814 في مقاطعة تلويز الجنوبية بإنجلترا، واستخدمت في جري عربات مشحونة بسرعة 5 أميال في الساعة حوالي 10 كيلومتر في الساعة. ثم انتشر النقل بالسكك الحديدية بسرعة مذهلة، إذ لم يأتي عام 1836 حتى بلغت أطوال السكك الحديدية في إنجلترا وحدها 1000 ميل، وفي أنحاء العالم 11500 ميل. أما في الولايات المتحدة فقد استخدمت القطارات البخارية على سبيل التجربة عام 1825، أما افتتاح أول خط فعلي في أمريكا عام 1830، وفي مصر عام 1852، وفي آسيا عام 1852، وفي أستراليا عام 1854. ومع بداية القرن العشرين تطورت السكك الحديدية تطوراً كبيراً من حيث الإنشاء، فقد أنشئت الخطوط المزدوجة، وتحسنت العناصر الهندسية لتخطيط السكك ووحدات الجري والعربات، وقد تحسنت عربات الركاب وصنعت من الحديد بدلاً من الخشب، وكانت أقصى سرعة للقطارات في عام 1905 هي 144 كيلومتر في الساعة، وقد استخدمت قطارات الديزل لأول مرة في أمريكا عام 1925. أما قطارات الديزل المزدوجة بالمحركات الكهربائية فقد بدأ استخدامها عام 1934، وقد أضاف استخدام الراديو والتلفزيون والإشارات الكهربائية والتحكم المركزي إلى زيادة كفاءة التشغيل وزيادة سعة الخطوط الحديدية، هذا بالإضافة إلى الأمان للركاب والبضائع. بعد الفاصل سوف نذهب إلى قلعة رشية، ومن ثم نزور اليونان ونكتشف الميتيورا. سؤال حلقة اليوم من نكتشف معا: من بنى قصر بيت الدين في لبنان؟ الأمير بشير الأول، الأمير بشير الثاني الشهابي، أو الملكة إليسار؟ أرسلوا لنا أجوبتكم على العناوين التالية واربحوا جوائز طيبة. برنامج نكتشف معا، صندوق بريد 156 المنصورية لبنان، بريد إلكتروني nakteshifutv@set7.com. أكرر، صندوق بريد 156 المنصورية لبنان، بريد إلكتروني nakteshifutv@set7.com. لا تنسوا أن تكتبوا لنا الاسم والعنوان بشكل واضح لكي نتمكن من إرسال لكم هداياكم. قلعة رشية
المعروفة باسم قلعة الاستقلال أو حصن 22 تشرين الثاني، هي قلعة بناها الصليبيون في القرن الحادي عشر في رشية في البقاع الغربي في لبنان. هل ترغبون في التعرف أكثر على هذه القلعة؟ هيا بنا أصدقائي نكتشفها معا. في القرن الحادي عشر بنى الصليبيون برجا على تلة في وادي رشية تطل على فلسطين لحماية قوافل التجار الآتين من فلسطين نحو بلاد الشام. تنتصب قلعة رشية حول البرج الصليبي الذي يعلو نحو 1400 متر عن سطح البحر، وتمتد على مساحة تبلغ 8000 متر مربع في موقع استراتيجي تحيط به المنحدرات من ثلاث جهات، وتواجه الجهة الرابعة قمة حرمون. أما مدخل القلعة فهو من جهة الجنوب، وهي تشبه بجدرانها السميكة وبأقبيتها ودهاليزها المتعددة قلعة شقيف الصليبية، وبقناطرها تتماثل مع قناطر قصر بيت الدين بناء وأثارا رومانية منها دهاليز بمسافة 1500 متر. لقد شهدت قلعة رشية أحداثاً مهمة أبرزها المعركة في 22 تشرين الثاني سنة 1925، حين اقتحم المقاتلون في الثورة السورية أسوار القلعة لتحريرها من الفرنسيين. والأقبية السفلى للقلعة فيها قاعة أثرية ومخزن من الجهة الشمالية الشرقية، والبرج من الجهة الجنوبية الغربية، وهو يعتبر أعلى قمة في القلعة، وفيها أبنية وآثار شهبية تعود إلى العام 1370 ميلادي، حين تولى الأمير أبو بكر شهاب ولاية حصبية، وكان يأتي برفقة زوجته وابنته إلى رشية للصيد والقنص، فبنى منزلاً داخل القلعة، كما بنى الشهابيون مدخل القلعة والسور والقناطر من الجهة الجنوبية الغربية. أما السور الشرقي فقد بناه الفرنسيون بعد دخولهم إلى القلعة مستخدمين حجارة المنازل المحيطة بها بعد تهديمها، وما تزال أسماء أصحاب المنازل موجودة على مدخل القسم الشمالي من القلعة، وكذلك معالم لكنيسة ضمن حرم القلعة. من معالمها أبنية وآثار صليبية وآبار منحوتة في الصخر، وقد ردمت في يومنا هذا ما عدا بئر واحد ما زال صالحاً للاستعمال. وقد سقط العديد من الشهداء من أبناء رشية والجوار في تلك المعركة. وفي الساحة العامة للقلعة تنتصب اليوم لوحتان تحمل إحداهما أسماء القتلى الفرنسيين، والثانية أسماء شهداء منطقة رشية. في 11 تشرين الثاني 1943 اعتقلت السلطات الفرنسية كل من الرئيس بشار الخوري والرئيس رياض الصلح ووزير الخارجية والأشغال العامة سليم تقلة ونائب لبنان الشمالي عبد الحميد كرامة ووزير التموين والتجارة والصناعة عادل عسيران ووزير الداخلية كميل شمعون، وسجنتهم في غرف منفردة في القلعة بسبب تحركاتهم نحو الاستقلال، وأطلقتهم في 22 تشرين الثاني 1943، والذي يعتبر اليوم يوم الاستقلال اللبناني. بعد جلاء الجيوش الفرنسية عام 1946 تمركز في القلعة قوات الدرك اللبناني وبعض الإدارات الرسمية، ومن ثم استلمها الجيش اللبناني في 1 أيلول 1964، ومن بعدها أدرجت القلعة ضمن الأماكن السياحية في لبنان وأنارتها وزارة السياحة اللبنانية. نكتشف معا. ميتيورا وتعني الصخور المعلقة في الهواء أو السماء، وهي أكبر وأهم تجمعات الأديرة في اليونان، وتأتي بالأهمية بعد جبل أثوس. هيا بنا أصدقائي نكتشفها معا. بنيت الأديرة على صخور عمودية في الحافة الشمالية من سهل ثيسالي قرب نهر وجبال بندوس التي تقع في وسط اليونان. منطقة ميتيورا
تتكون من 6 أديرة وتعتبر من أهم معالم الجذب السياحي في اليونان. ميتيورا مدرجة من ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو منذ عام 1988. لم يكن بالإمكان الوصول إلى أعالي الصخرة بسهولة، فقد شيد الرهبان القدماء سلالم بسيطة من خلال زج الأخشاب في ثقوب الصخور، فاستعملوها ليصعدوا إلى الكهوف الطبيعية التي أصبحت ملجأهم المتين. وضع الخشب على مختلف أنواعه وأشكاله ليوحي بأنه عش للطيور. كان نظام البكرة والحبل يستخدم لحمل الطعام والشراب لرجال الدين، وكانت الحبال الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالعالم الخارجي في العشرينات من القرن العشرين. قطعة درجات على صخرة ميتيورا الرئيسية، مما جعل الوصول إلى الموقع ممكناً عن طريق هضبة قريبة من الصخور. أقرب قريتين لميتيورا هما كالامباكا وكاستراكي، حيث يبقى الزوار الذين يريدون البقاء في المنطقة أكثر. أما الأديرة 6 فهي مسكونة اليوم، 5 للرهبان الذكور و1 فقط للإناث، وفي كل دير أقل من 10 أشخاص. بالرغم من أن تاريخ بناء ميتيورا غير معروف، إلا أن الرهبان كانوا يقطنون الكهوف الموجودة في ميتيورا قبل القرن 11، وفي أواخر القرن 11 أو أوائل القرن 12 تشكلت في ميتيورا دولة رهبانية تسمى سكيتي من ستاغوي، وتمحورت حول كنيسة ثيوتوكوس مريم العذراء باليونانية التي لا تزال قائمة حتى اليوم. تعود فكرة إنشاء الدير للرهبان المنعزلين الذين وجدوا من هذه الصخور المعلقة مكاناً يصعب الوصول إليه من قبل المحتل التركي. وبالرغم من أن أكثر من 20 من الأديرة شيد في القرن 14، إلا أنه لم يبقى اليوم مسكوناً من هذه الأديرة إلا 6، وهي ميتيورون العظيم أو دير التجلي، فارلام، القديس إستفان، الثالوث الأقدس، القديس نيكولاوس أناباوساس، روسانو. هناك عدد آخر من الأديرة ولكنها مغلقة، أي بدون رهبان، مثل دير يابابنتي ودير القديس جورج مانديلاس. ويزور المكان العديد من السياح سنوياً، تقريباً 2000 سائح في اليوم. وكنيسة القلب الأقدس في ميتيورا استخدمت لتصوير المشاهد الأخيرة من فيلم لعينيك فقط من سلسلة جيمس بوند. نكتشف معاً. وصلنا أصدقائي إلى نهاية حلقتنا، على أمل أن تكونوا قد استفدتم من اكتشافات برنامجنا. أتمنى منكم أن تكتبوا رسائلكم واقتراحاتكم على العناوين التالية. إلى اللقاء. أقرب قريتين لميتيورا هما كالامباكا وكاستراكي، حيث يبقى فيها الزوار الذين يريدون البقاء أكثر في المنطقة. أما الأديرة 6 فهي مسكونة، 5 يلا عيدة 5 للرهبان الذكور و1 فقط للإناث. خلصت بس ما قطشت. المشاهد الأخيرة من فيلم لعينيك فقط من سلسلة جيمس بوند. سؤال حلقة اليوم من نكتشف معا، من بنى قصر بيت الدين في لبنان؟ الأمير بشير الأول، الأمير بشير الثاني الشهابي، أو الملكة إليسار؟ أرسلوا لنا أجوبتكم على العناوين التالية واربحوا جوائز قيمة. برنامج نكتشف معا، صندوق بريد 156 المنصورية لبنان، بريد إلكتروني نكتشف tv@set7.com. أكرر،
صندوق بريد 156 المنصورية لبنان، بريد إلكتروني nektashifutv@z7.com. لا تنسوا أن تكتبوا لنا الاسم والعنوان بشكل واضح لكي نتمكن من إرسال لكم